ليه يا عمري فرحانة؟ اوكي رح نسوي شعر ميرا نسرحه، بما انه الشعر ميرا كيرلي فما بيبين طوله الحقيقي. فاليوم شو رح نعمل؟ رح نعمل له بالبيبي بيبي ليس ونشوف لوين شعره وصل. شوفوا مثل ما شايفين شعره كيرلي كيرلي يعني، فدايما الكيرلي هير ما بيبين طوله ابدا، يعني مثلا بيكون هو كيرلي لهون ولما يتسرح بيوصل لهون، انه يضاع. اخر مره عملت لها بالبيبي ليس من 4 شهور تقريبا او يمكن حتى اكثر. فرح نعمل لها اليوم شعراتها. انا عملت لها ضفاير، شوف كيف صاير. You have beautiful hair. Yeah. Yes. Are you excited? Yeah. Okay. You want to see how your hair would look like? Yeah. Okay. We will fix your hair now and we will see. It's gonna look beautiful. Okay. أول شيء أفرد لها شعرها. بعدين نشغل البيبي ليس بس على حرارة، رح خليها تكون شوي واطية، يعني ما رح خليها تكون حرارة يعني عالية حتى ما نأذي شعرها. وأكيد رح أحط لها كمان واقي حرارة للشعر. اكلي بلوس شفايفي ناشفة. You want lipstick? What are you scared? Scared? This one is spicy. This one is spicy. Yeah. I'm scared. ميرا كل شوي بتاخد مني الفلتر. No, I'm scared. Okay, okay, يلا خلاص من دون. Spicy. Okay, راح احط لها شوي واقي. هاد اللي حكيت لكم عنه. ميرا بتحب، بحسها بتحب انه هيك اعمل لها حركات بشعرها. اصبغ لها، تذكروا لما عملت لها صبغه هي المؤقته اللي بتنغسل بالمي، كثير حبه. يلا يا عمري يلا خلينا نبلش. اوكي اوكي يلا رح بلش من ورا. انا حطيتها بهذا الكرسي لحتى هيك اتحكم فيها، شايفين الكرسي مثل تبع الصالونات. Are you ready? Yeah. Okay. رح نفكر اعمل لها شعرها اول، اسرح لها اياه وبعدين اقص لها الاطراف بحيث هيك يكون انه متساوي. وهي الحركه انه القص، لانه انا حاسه شعرها شوي خفيف فبده قص حتى هيك يبين صحي اكثر و you know. Okay, اول شيء بمشطه هي الفرشه وبعدين بنجيب البيبي ليس. بتعرفوا شو؟ لما ميرا بتتحمم بالحمام شعرها بيكون طويل هيك نازل على ظهرها، بس تطلع من الحمام وينشف شعرها بيتغير، يعني بيطلع لفوق. انه ليش هيك الشعر الكيرلي؟ بليز كلاود. رح احاول كمان اعمل لها ويفز، مو بس يعني بس اسرحه لحتى هيك ما يكون فريزي. اطلع ارتب، اعمل له هيك ويفي شوي. بحس ميرا شعرها خفيف. انا بقول يمكن هي لساتها لانه بيبي. اوكي خلصنا اول خصله. الخصله الثانيه. Are you excited? Yeah. ميرا كل شوي ماخذ الفلتر مني. اعطيني الفلتر. بوبي. خليني افرجيكو. واو، you look so beautiful. بوبي walking. No ماما لا تتحركي. طويل. Is it so long? Yes, it's so long. It's so long. Yeah. It's so long. نص لظهرك. Wow, it's so long. اوكي لسه ما خلصت. خلونا نحكي بموضوع، في سؤال دائما انتم بتسالوني اياه. This is really long. Yes, it's really long. It's so still long. انه ميرا ليه ما بتحكي عربي؟
اوكي هلا بحكي لكم القصه. طبعا هي اول مره بحكي انه ليش ميرا ما بتحكي عربي. اول ميرا ما بلشت تحكي بعمر تقريبا سنه ونص او سنتين، هاي الكلمات بتعرفوا انه ماما بابا ابل، هاي الكلمات اللي كتير بسيطه. اول ما بلشت تحكي حكيتهم بالانجليش. ليش؟ لانه كانت التلفزيون، الالعاب، الكتب، كله كان بالانجليش يعني. فميرا اول كلمات قالتها كانت بالانجليش من التلفزيون مثل ما قلت لكم، والكتب اللي كنا بنجيب لها. ف شو صار؟ انا كملت، سيامند قال لي انه علمية انت انجليش وانا بعلم عربي. فانا صرت احكي مع انجليش لميرا، لبين ما انه انا تعودت احكي مع انجليش ونسيت انه انا عالم عربي. سيامان بيحاول يحكي مع عربي بس هي اللغه اللي اخذتها هي الانجليش، يعني ما اخذت العربي. فبعدين انه صار مثل التعويد، ماما لسه نويت، فانه صار مثل التعويد انه انا بحكي مع ميرا انجليش، لما بحكي معها عربي بحس انه ما بتفهمني، او لما بحكي انجليش بتفهمني، فبحس انه الموضوع اسهل علي انه احكي معها اصير انجليش لحتى تفهمني وانا افهم عليها. وهيك مامي اتس هات اتس هات، يا عم بتشوف دخان عم يطلع من شعرها. فهيك صار انه ميرا من اول ما بلشت تحكي كانت يعني شافت الموضوع. ميرا لما بلشت شفت تحكي كلمات بسيطه انجليش، انا كملت وصرت انسى انه احكي معها عربي. بس هلا صراحة انا عم بحاول انه احكي معها كلمات عربي بسيطة لحتى تاخد على اللغة شوي شوي، لانه صراحة انا مو حابة انه هي تحكي بس انجليش. يعني انا فعليا ابدا مو حاببتها بس تكون تحكي انجليش، حابة انه تحكي اللغتين الانجليش والعربي، لانه صراحة الاثنين مهمين. ف يس هلا عم حاول انه شوي شوي اعلمها العربي، وبظن بالاخير بتعلمه يعني هي بس تكبر شوي، لاني هلا ما بعرف، هلا هي لقطت الانجليش. هلا شو ضل؟ انه اعلمها الكلمات العربية، عم حاول انه امرق لها كتير كلمات عربية باليوم. شوي شوي بتتعلم. شو رأيكم هلا نحكي معها عربي لحتى هيك نشوف انه كيف المستوى تبعها؟ هلا انا بعرف انه هي ما عندها مستوى من عربي، بس يعني نحاول نعلمها من الصفر. ميرا say انا يا اسمي اسمي ميرا. سي انا عمري هاني 3 سنوات. يا عمري تشبه الكرتون هي وتحكي عربي. برافو ميرا. سي انا بحب آدم. برافو ميرا. سي اليوم رح أسوي أيوة بسوي. بعرف أنا السبب والله. طويل. شوفوا جارة قربنا نخلص أول نص، بس ضلت عندي خزلتين. مثل ما قلت لكم شعرة خفيف يعني بيخلص بسرعة. مياو ف... مياو مياو. إن شاء الله بس تكبر بيتغير طبيعة شعرة، لأنه صراحة خفيف يعني حلو، يعني أحلى بكثير من الكثيف. خلصنا النص الأول، بس هي الفصلة ونشوف النص الأول كيف صار. الفلتر كل شوي بيروح مني، بيروح على وش ميرا اللي مو محتاجة فلتر يعني. واو beautiful hair. That's a beautiful hair. Are you okay? Yeah. Mm-hmm. Do you like it? Huh? Yeah. Uh-huh. What? خلصنا النص الأول. So long. هيك صار.
Yes, it's so long. Baba tell me you walk. Huh? Baba tell me you walk. You wanna go show Baba? Yeah, I tell me you walk. You're hungry. That's for you, Siaman. Wait, we're not finished. We have to fix this one. Okay? Yeah. ما خلصنا. ميرا انتم مو جاهزين لهالكياتة لا لا شوفوا يا عمري Do you like your hair؟ Yeah. شوفوا شعره ما شاء الله كتير طويل بس خفيف هاي مشكلته هلا بتوقف بفرجيكم لوين وصل شوفوا واو ما بعرف عم فكر هيك بس اقص شوي منه بس هيك يعني الاطراف بس هيك يعني جيب له مقص وقص هيك Here. It's your hair. هي فرحانة فرحانة روح أكب الشعر وبرجع راقبوا ميرا أوكي راقبوا لي ميرا ما قصيت منه بس شوي يعني ندفع بس الأطراف واو تعي نحط شوي لبستيك ها يس you want red yeah okay the red I'm scared ليش scared it's not spicy it's not spicy no mommy يعني في هدول اللبس الليب كلاس اللي هيك فيهم حرارة فهي لما جربته مرة خافت وانا ما اخترت الا احمر يعني حط الله نشوف واو تلخبط يا عمري تعي امسح لك اللي تلخبط شوف شو هاللبستك ما عم يروح What's happening يا عمري جمال يا عمري الكيوت انتي ليش كيوت يعني بزيادة ها ليش كيوتنس اوفرلود Here. It's okay. والله هاللبسك ما عم يروح. ما بعرف منين جايبته أنا. أوكي هي أحلى شيء بيطلع معي. يا عمري really cute. Do you like your hair? على فكرة عم تطلع المراية. هاد هو طول شعر ميرا. شايفين لهون شوفوا لونه كتير حلو ما شاء الله اللون بيجنن كتير بحب لون شعر ميرا يعني حاولت كتير اصبغ مثله بس ما زبط معي بس انه مشكلته الوحيدة شوي خفيف شايفين
هو كواليتي حلو وناعم وكيرلي صحيح، بس كيرلي ناعم مو كيرلي خشن، عرفتوا في فرق بين الكيرلي الناعم والكيرلي الخشن. الكيرلي الناعم طبعا احسن. بابا سمي وا يو وين جو شو بابا يا سمي يلا ليتس جو، يلا ليتس جو. ريحات فرجي سيمانت بيبي بدها تفرجيك النتيجة. ميرا وينك؟ شو رأيك؟ عمري ميرا مزبطة شعراتها رح تفرجيني النتيجة. شو؟ شو الجمال؟ It's long بتقله. It's long؟ It's long شعرها. شعرها طويل. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعي 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 تعي. شو رايك بشعره؟ هو حلو بس خفيف صح؟ مو خفيف، هيك كواليتي تبعه هيك. شو هالشعرات الحلوه بابي؟ بابي ادم ليش مستغرب انت؟ ادم بده هي الحركه تحويل الشعر. على فكره شعر ادم كمان طويل، لا تفكري قصير. بعرف. ميرا طلعي فيني بابي؟ يا طلعي يا عمري يا كيوت، طلعي فيني، اعملي هيك اعملي هيك. حاطه حمرة كمان شفتها. الله شو منزع حالك هون. يلا يا ربي يا ربي على الشعرات. مين عمل لك شعراتك؟ انا. ها بابي شو بدك؟ بابا دوان شو هي هيك؟ شو هي الحركة؟ يلا شو الحركة؟ تعمل لي هيك شو هي بس؟ شو فيها؟ انه ابوسة وبعدين هيك؟ يلا بكس كبير بوس، اعطيني بوسة. يلا again بوسة. يلا انت اعملي اياه. يلا انت يلا انت. I got you. مرينا ناكل محشي هلا. كيف تاكل؟ انا لا لا انا بكل احوالها اكلته وجبتي مشان تعرفي. والله العظيم صاروخيه قنبله قنبله. بس لازم استنى شوي بدي العب المهضمه. والله العظيم ما فينا. لا ما حناكل هلا، معناته بعد الجيم. نستنى نروح على الجيم، استنى شوي. اي ما في الساعه 8 امتى تروح؟ ما هو بسكر الساعه 11. شو عندك تمرين اليوم؟ عندي تمرين. شو اسمها الحركه طيب؟ انا مش فاهم عليك. شو هي هاي؟ شو هي؟ شو هالحركه يا بابي؟ يلا اوكي عم بدور لك. يلا طيب ماشي.